تأتي أهمية دور الواعظات من خلال عملهن من أجل قيم التعايش وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على أن الأخلاق النبيلة والسلوكيات الإيجابية جميعها هي هدف الأديان ورسالتها. وتشارك الواعظات في التوعية بالحقوق السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية مسبقا دون الحديث عن مرشح بعينه. ونحن شعب واحد نحتاج إلى خطاب واحد وليس خطابين، وفريق عمل الواعظات يزيد من تماسك الشعب. هو الحمد لله رب وشكر لله، المجموعة اللي عندي أنا بحرص كل الحرص أن يكون من جميع الفئات، يعني حتى في النشاط الصيفي كنت بحاول أجيب الجدات وأجيب الأمهات وأجيب الأولاد عشان تبقى يعني زي منظومة متكاملة، بحيث أن احنا الكل يعني زي ما تقول شارك معانا. فإن شاء الله بدون مقطع ربنا أو بإذن الله، أنا الحمد لله رب وشكر لله اتكلمت في الموضوع ده. ليه؟ لأن أنا ما بخليش موقف غير لما أتكلم فيه، حتى لما تكون حضرتك يعني لما يكون في يعني اي حاجه فبنتهز فرصه واتكلم فيها. فانا من قيمه كام يوم برضو كده كنت بكلمهم على انتخاب الرئيس، فبقول لهم يعني ايه دلوقتي احنا معانا الجده ومعانا الام ومعانا العمه ومعانا الخاله ومعانا يعني ايه يعني من جميع الفئات. كويس قوي، تعالوا كده نقيم هذا الرجل، هنقيم هذا الرجل وبيننا وبينه، بيننا وبينكم وبينه تقييمه. أكيد طبعا المرأة ده هي تعتبر نص المجتمع، ما قلناش كل المجتمع، طبعا هي لها الدور الأوحد والأكبر في المجتمع في نشر الوعي وفي تعليم الأبناء وفي إدارة البيوت وفي عمار المجتمع، تمام. فلا بد أن يكون لها دور في مشاركة في المنتخبات ودور إيجابي وفعال لأجل إظهار القدرات اللي ممكن نقدمها المجتمع بتاعنا، ولأجل الحفاظ على تماسك المجتمع وعلى اتحاده وعلى قوته وعلى تماسك في الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا. في الوقت الراهن لنا دور مهم جدا جدا في توعية السيدات، وبالتالي ينتقل الوعي من الأمهات للأبناء إلى أهمية استقرار الأوطان، أهمية دلوقتي نحن نقف وراء القيادة السياسية بكل ما نملك. بلدنا بتحد بها الأخطار من كل مكان، لازم نقف مع بعض بلدنا، الأمن والأمان الحقيقي والعيشة السعيدة في استقرار بلدنا. فإحنا بنعمل الحمد لله رب العالمين من خلال المساجد بنقوم بدور مهم جدا جدا، وفعلا كانت الناس بتنقصها الوعي، كان في مفاهيم مغلوطة، كانت الناس مش فاهمة، كانوا بيسمعوا يعني جهات مغرضة، الرسائل وصل لهم غلط. احنا بفضل الله ورحمته قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حماية الأوطان والتمسك بالأوطان، وإنه الإنسان ليس له قيمة من غير وطن ومن غير استقرار وطن. للواعظات دور هام داخل محافظة سوهاج في توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية في العملية الانتخابية. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.